على كل حال خلينا نروح بعد كده لان في كواليس برضو حصلت. موسيماني كان بعد الماتش خلينا نقول لحضراتكم هو اعرب يعني عن سعادته الشديده جدا باللعيبه وبهذا الفوق وكمان الفوز وكمان بالاداء اللي احنا دايما بنتكلم عنه. مباراه كانت افضل بكتير من بيراميدز, هو ده اللي قاله موسيماني خاصه بعد تسجيل عدد كبير من الاهداف. اتكلم ايضا عن مكاسب الاهلي في لقاء سموحه, قال انه امر جيد ان ياتي الفوز اليوم مباشره بعد التعادل مع بيراميدز وخساره نقطتين في الثواني الاخيره, واشار ان استبدال الشناوي ودي النقطه المهمه بقى جاء من اجل الحفاظ عليه بعد تعرضه للاصابه في مران يوم السبت, وقال ان الفتره دي هتحتاج لتحميس للاعبين وتجهيزهم بشكل نفسي من اجل هذه المرحله اللي بتشهد الاستعداد لخوض هنا نهائي دوري ابطال افريقيا.